السلام عليكم. يعني هنا قدام درب البرابرة اهو، معايا سعاد وسارة شوكة وسكينة ومها نجمة اهي. هنروح بقى نشوف حاجة السبوع ونشوف حاجة السبوع بقى والغرابيل. عرايس المول ده اهي، بصوا عرايس المول كل حاجة. بس الفيديو عشان عارفة انه هيبقى طويل واهبل، فانا هقسمه على جزئين ان شاء الله. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى جوه نشوف بقى ايه حاجة السبوع والاسعار ونشوف هنجيب ايه. يلا دعواتكم. قولي قول في سيخ. لا 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 انا بحبوش. دي صدفة. دي فستانات يا جماعة، جميلة جميلة الكريستالات دي، جميلة. احنا محتارين نختار ايه. وري هنا الكريستالات يا مها. بصوا يا بنات الكريستالات شكلها شكل ازاي. بصوا دي كلها كريستالات صبوع صدفة. احنا بنلاقي الحاجات بتاعت صدفة. دي الكريستالات صدفة قاعدة اهي. هاتي صدفة جبتها انت كام؟ ما انا جبتها. ايوه وصدفة اهي وهي نايمة، صدفة الصغيرة وهي نايمة. بصوا يلا عقبال عندك يا رب، عقبال كل مشتاق، عقبال كل مشتاق. كل اللي يشوف كده يقول اللهم صل على النبي. صوري بقى دي عشان نجيبها النايم فيها صدفة صغيرة. بصي اكبر صدفة اهي دي، هنايم بقى فيها صدفة صغيرة. بصي احنا هناخد واحدة زي دي وادينا بقى عايزين زي دي ونعلنا ان هي دي اللي فيها العربيز دي. ايوه دي بس هتعمليها موب بقى. بس عايزينها موب بنات. بس مش هيجي موب. مش الاكسسوار بتاع ده مش هيجي موب. يجي بامبا. لو اتركتي هنا هيبقى بامبا. طب اجيبها كلها بامبا بنات. بس هقول لك حاجه، بص انت بتقولي عندك البامبا. اسمعيني، المكان بنفسجي وتعملي بنفسجي. اعملي بامبا ينطق. اعملي بامبا ينطق. على فكره الصدفه البامبا معموله لا سعيني قوي. طب ولا لنا كده. لو ما صلى على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. طيب هي عارفين دي يا جماعه، دي الشجره اللي هي بتاعه البيتا، اللي بتحط فيها الشمع بتاعه البياتا، وبيحط فيها الفضه. عايز واجب كمان اجيب لك الورق لكل واحد مثلا على ورق كل واحد في الميزان. كده هجيب الجست بوك. جست بوك يعني ده حاجه ثانيه. بياخد الحاجات دي ولا مسيبوها لنا؟ لا بياخد. وهيسيبوني الشجره فاضيه؟ لا ما تقولش لحد خد. ما تقولش لحد خد. لا هحطها وهحط فيها بس اللي هيمد ايده هقطعها له. بصي فوطه النون. فوطه النون اللي جواها ويسيبوها لك. فيها الفوطه وفيها. لا ما تقولش لحد خد منها. احنا بنفهم اهو واحنا على الهوا. اوعى حد ياخد منها واحده. يسيبوها لي فاضيه بقى. لا دي يا جماعه بيتحط فيها اسم النونو، بيتحط فيها المهيده او اللي هي النقطه يعني والحاجات دي، وبيدوها لها او بياخدوها تاني. يعني اللي بيحط فيها بياخدها لنفسه. طبعا احنا لا احنا مش هن... لا وانا مش هرضى. ولا الصغيره بعد كل ده. بصوا اللبن دي انهي؟ دي الصغيره ودي الكبيره. لا حتى الصغيره بتتعلق. كامله ما دي بتتعلق. الشمع ده اللي هو الشمع. الشمع على فكره الشمع ده بري. الشمع ده بري في 150. اتكلم هو ليه الشمع الاول؟ بص الشكل الجديد اللي اتعطى في السبوع انتشار. جميله دي صدفه حلوه قوي اهو. هو ده الاكياس بتاعتها اهي. اهي بصوا في منها الوان بقى. نشوف الوان اللي عندهم ايه احسن من الاكياس اللي هي القديمه دي اللي هي زي الطن. مش فاكره كانوا بيعملوا فانوس. بس ما كانش بياخد حاجه حتى قد كده. احنا عايزين نفرح العيال. صحيح بس ده شكله حلو هيفرحوا بيه. ده اكيد في 100. مش مشكلة. جميلة قوي.
بص دي بقى بتتعلق بقى في انا اشوف انا حلوة دي قوي جميلة ورني التاني كده جميلة حلوة قوي بص التاني ده كمان يبقى خدي من كل واحدة حاجة قولي ماشي خدي من ده ماشي كمان ده اللي البنات بتحبه يا صدفه جميل هاتيه برضه اه وكمان عشان الصور اللي عليه السبونج بوب والحاجات دي الولاد بتحبها انا لسه ما قلتلكوش اسعار يا جماعه لسه ما عرفش الاسعار انا اتفرج بس لسه مش عارف ما اعرف اسعار هقول لكم ان شاء الله تمام بعد ما اقول كمان في من ده اللبن اه بتاع الولاد ناسي في اولاد تمام حلوه قوي دي يا صدفه اه بص ورينا اللي هي الخشب دي كمان ورقنا وهي فاضية هاتي فاضية هاتي يا سعاد كده من وراكي بصوا دي حلوة قوي دي استنى التحية دي نعب احنا جواها في شارع لا بس احنا ثلاثة مش عرفها فين لا ده بتحطي في شارع ايوه بقول لك كام الخشب دي حلوة قوي يا زلمة اللي فيه فاضية دي اه فاضية اه كده زي ما هي كده دي تعمل اربعة ده ما يبقى ايه ده عشان مش لاقي هو عايز البمبك اللي فوق دي بمبك دي كام يا اخويا اسعار دي 45 جنيه ليه يا عمي طب ودول ودول دي برسلين ايه اه برسلين الوان يعني اتبختوني مش فاهمه انا امال دي بكام ايوه دي ايوه دي دي 30 ايه يا عم حاسه غاليه ليه كده 30 البزازيه بكام البزازيه دي ب 15 العلب مش هتكلم من العلب ولا من غير العلب العلب طب ولو سيبنا العلبة وشينا انا بكلمك بالعلبة برضه بالعلبة يعني دي اغلى من البتاعة التانية لا لا الا الله انت مالك مش طايقلي كلمة ليه انت في ايمان انا مش فاهمة بقى لا بص على فكرة دي بكام دي انت يا سلام دي بكام دي بكام دي بس الشوكة دي خمسة دي بخمسة دي بخمسة حلوة دي دي بخمسة حلوة قوي دي بص الشوزة صوري لهم الشوزة يا بص بص حطها ازاي مش باينة بص يا سيدي خدي حلوة لما كنا تابعة برنامج بدل ما هعلق ال بدل المايك ايوه المايك طب يا عم انت خفت شوية دي بخمسة بيقول لي خمسة احنا في محل بنقول لكم عشان تعملوا له دعاية وهنقول لكم اسم المحل في الاخر غالي غالي لا غالي انا بحطه غالي انا حلوة قوي حاجات جميلة بص غالية غالية اه غالية بص دول مها وصفة اهو خلاص هو وانا وصعب بنلاقي بره انا هبيع هنا طب هترخص لنا يعني عايز الكل انا منقيه دي يا جماعه حلو ده وريهم اللي انا منقيها طيب بص تتكسر بسرعه لا مش عايزه تتكسر على ده يتكسر انا مش شغاله سعاده اهي بتنقي حاجات انا عاجبني الشوزات دي يا بنات هاتيها صدفة اهي على عفيفي عجبني قوي الشوزه دي يا سعاد بس يا سعاد كده احنا كده خدنا 35 كده ناخد بقى 15 مصحف خدت من دي اه حلو بقول كده ناخد 15 مصحف كده 50 كده سودي بس على فكره سودي جميله قوي طعمها ازاي ناخد بقى المصحف الكبير الصغير الكبير الصغير اه كده كده اقول لك انا عايز مصحف طيب بص بقى المصحف الكبير ولا الصغير؟ الصغير الصغير قالهم 15 انا بحب الكريستالات دي قوي 15 ايه تاني كريستال؟ شوكولاته صدفه بتاكل شوكولاته امال العلبة الصغيرة دي بكام؟ تتكسر في العلب؟ تتكسر؟ تتكسر عشان تقع
طب ممكن ايه طيب نغمه؟ دي كام دي؟ كام؟ ايه يا عم في ايه؟ محمد رسول الله عم زي المنشار الصغيرة دي بكام؟ ده ايه على بعضها؟ اما انا عارف شوفي دي حلوة امال دي بكام؟ بص دي دي ناخد من دي ودي ايه معناها دي يعني هنقود عنب هنقود عنب دي الا تشتيه يعني ناخد دبدوبه يعني في حاجه ثانيه عايزه دبدوب ايه دبدوب من دي شفت الدبدوبين دول كبار مش صغيرين شفتوا احلى من دي نعم